يقول: داخلني الشك في الطواف على أننا في الشوط الثالث أو الرابع، ومعي طفل في العاشرة يصر على أننا في الشوط الرابع، وبعد الطواف أكملنا السعي، إلا أنه في نفسي شيء بالنسبة للطواف، فعدت إلى الكعبة وأتيت بشوط لإزالة الشك، فما حكم فعلي؟ إذا غلب على ظنك الكمال، كمال الطواف، تبني على غلبة ظنك. أما إذا تساوى عندك الأمران وانت تطوف ووقت الطواف شككت وتساوى عندك الأمران، لم يترجح أحد الطرفين، فإنك تبني على اليقين، تبني على اليقين. فإذا شككت هل طفت أربعة أو خمسة تجعلها أربعة، تأتي بالخامس وما بعده. أما إذا انتهيت من الطواف وخرجت وحصل عندك شك بعد ما خرجت فلا تلتفت إليه، لأن الشك بعد العبادة لا يؤثر عليها.